كرة القدم اللي تجمع في اللحظة هذه في ملعب حمد العويني بالقيروان بين الشبيبة الرياضية القيروانية ومستقبل وادي الليل. خلينا نتيجة 0-0. هات نكملوا بقية الدقائق من زمن الشوط الأول من جديد مع زميلنا عبد الله الحطاب. مرحبا بك مرة أخرى عبد الله. مرحبا بك سيد. 37 دقيقة لعب 29 ثانية. دائما التعادل السلبي 0-0 بين شبيبة القيروان مستقبل وادي الليل. ويصعد حارس الشبيبة ويربح المخاطرة والحمد لله. إن شاء الله يقوم لاباس لاعب الشبيبة. يلعب الكرة أمين الأيمن العمدوني في يعني في ظهر دفاع الشبيبة. يخرج الحارس الشبيبة القيروني بالبوكس علي الفريوي يصطدم مع المهاجم يسقط الاثنين. الحكم بدون تردد يؤمر المسعفين بدخول الملعب. إن شاء الله يقوم لاباس. قاد الفريق لشبيبة القيروان علي الفريوي ومهاجم مستقبل وادي الليل تقريبا يا سيد 4 مرات أو 5 مرات الانقطاع يكون يعني يسقط لاعب مستقبل وادي الليل تقريبا. ما عرفش ممكن حسب اجتهادي الشخصي على الاقل الحكم يضيف 4 أو 5 دقائق كوقت بديل في الشوط الاول. ان شاء الله يقوم لاباس حارس الشبيبه علي الفريوي والحمد لله يقوم لاباس. قائد فريق الشبيبه الرياضي القيروني الفريق المنافس ما شكلش خطر كبير على دفاع الشبيبة. منافس أقل من المتوسط يتكتل في الدفاع يلعب على الهجومات المعاكسة. إن شاء الله فريق الشبيبة يسجل الهدف الأول حتى يلعب كل أريحية. فريق مستقبل وادي الليل النية نتاعو يلعب من أجل العودة بنقطة من ملعب حمد العويني بالقيروان ولا فرصة. تكتل كبير في الدفاع المستقبل وادي الليل. شبيبة القيروان بصراحة اللي تحسن ملحوظ من جولة إلى جولة خاصة مع رجوع ظهير الأيسر الياس الماجري ويرجع الحارس الشبيبة وإصابة حارس اللعب الشبيبة القيروانية عبد الرحمن الربعي. ما نعرفوش هل يتم تغيير هذا اللعب. إصابة تحسن لعب خلينا نقوله في زوج جولات الأولى للأسف يا السيد. خروج لعب الشبيبة عبد الرحمن الربعي بسبب الإصابة وباش يدخل لاعب محمد أمين الذويبي. محمد أمين الذويبي باش يدخل مكان عبد الرحمن الربعي اللي يعني خلينا نقول المرة الثانية اللي لاعب يشكو من الإصابة وشد عضلي. يخرج هذه كورة والهجوم والتسديد الرأسي فوق المرمى رقم 7 أحمد الترابلسي بالرأس فوق المرمى. فرصة تسجيل الهدف الأول للشبيبة. شفنا كل شيء في الشوط الأول إلى حدود 40 دقيقة لعب. زوز ضربات جزاء لم يمنحها الحكم. زوز فرص واضحة للشبيبة ضايعة إلى حد الآن مع تغيير. يدخل لاعب للشبيبة محمد أمين الذويبي. يخرج عبد الرحمن الربعي. أول تغيير اضطراري بالنسبة للمدرب محمود الدريدي. 0-0 بين الفريقين. كرة طويلة ترجع لصالح الشبيبة معاكسة. والهجوم المعاكس يقول حكم مخالفة. مخالفة لصالح الشبيبة. ممكن نقطة ضعف الحكم هذا أمين الفقاير ما يعطيش بقية اللعب. يعني كل كرة تكون سانحة لهجمة خطيرة للشبيبة والحكم يرجع للمخالفة السابقة للمرة الثالثة تقريبا. نفس اللقطة يرجع للمخالفة وهذه المرة اللقطة الثالثة على التوالي يرجع للمخالفة السابقة لصالح الشبيبة. تقريبا مشابه للخطأ الأول. الكرة تجي على يمين الحارس إبراهيم المختار تبعد حوالي 25 متر. كرة جانبية جسر بن عتيق تولى تنفيذ المخالفة. إن شاء الله تأتي بجديد المخالفة. بن عتيق والدفاع مرة أولى والكرة داخل مناطق الجزاء لصالح الشبيبة. مازال محافظ على الكرة والحكم يقول ما فما شيء ما خرجتش الكرة. وفي الأخير تماس لصالح مستقبل وادي الليل في على خط الركنية في مناطق مستقبل وادي الليل. وضغط كبير بالنسبة لخط هجوم الشبيبة وكذلك محاصرة لصيق على كل اللاعبين. والحوارات الثنائية بين أحمد الفزاني وأمين البرجي. كرة طويلة وترجع تماس للشبيبة. تماس لجسر بن عتيق ينتظر المساندة على الأقل الإسراع للكرة ويتمركز دفاع مستقبل وادي الليل. كرة كما جيت ترجع لي المجري للترابلسي. يخل كرة ترابلسي
يربح التماس، يربح التماس بسرعة الكرة. الياس الماجري ينتظر المساندة، الياس الماجري في توقيت 42 دقيقة لعب، نزلوا ثلاث دقائق دون احتساب الوقت الإضافي، كرة للشبيبة، التسديد والحكم يقول ضربة مرمى، يدور بالكرة يسدد وضربة مرمى، 6 أمتار لمستقبل ود الليل. إبراهيم المختار شتولى تنفيذ 6 أمتار، نزلوا ثلاث دقائق على نهاية الشوط الأول دون احتساب الوقت الإضافي، والشبيبة ما زالت مسيطرة على المستقبل وادي الليل، هجومات المعاكسة للفريق المنافس، مستقبل وادي الليل في المقابل تركيز كلي، تدرج سريع بالكرة من الدفاع للوسط الهجوم، هذا هجوم الفالح 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 ويقص الكرة حذيري لهجومات المعاكسة لمستقبل وادي الليل، ينتظر الموساند يطلع يا الظهير الأيسر يصعد الهجوم يوزع والكرة بدون عنوان ياخذها مدافع الشبيبة، الحكام يقول ما فما شيء، ترجع لصالح الشبيبة القروي المكور المكور الفالح، حط الكرة في التماس، لاعب الشبيبة رقم 30 محمد الفالح يحط الكرة في التماس بسبب يعني زميله ملقى على أرضية الميدان دير عبد المبي، تماس لمستقبل وادي الليل، تماس للظهير الأيسر مستقبل وادي الليل رقم 19 راسم الرياحي، وروح رياضية كبيرة برشا من لاعبي مستقبل وادي الليل، يحط الكرة في التماس تحت تصفيق جماهير الشبيبة، كرة تعود لصالح الشبيبة القيروانية، جاسر بن عتيق في توقيت 44 دقيقة لعب، جاسر بن عتيق كرة طويلة لصالح الشبيبة، تماس من جديد فقد الفريق، أيمن العمدوني خرج الكرة، تماس للشبيبة القيروانية، جاسر بن عتيق ينتظر صعود الزملاء، وجاسر جاسر بن عتيق وتماس من جديد لصالح الشبيبة، دائما في مناطق مستقبل وادي الليل مش يلعب الكرة طويلة، جاسر بن عتيق للمرة الثانية على التوالي ينتظر صعود زملائه ويلعب مع الفالح، الفالح الفالح يدور بالكرة، الفالح يوزع فرصة للشبيبة ترجع من الدفاع مرة أولى ومرة ثانية، والحكم مش يقول تماس لصالح مستقبل وادي الليل، تماس لصالح مستقبل وادي الليل رقم 13 الظهير الأيسر شريف شرفان، شتولى تنفيذ التماس دائما في مناطق مستقبل وادي الليل على الجهه اليسرى من مدارج المغطاة بالنسبه للشبيبه قريبه لبنك بدلاء شبيبه القيروان، نذير عبد المبي كره كيما جات الهجوم المعاكس ويمشي ياخذ الكره، يعني رغم الرياح وسرعه الريح ومع الكره تمشي للحارس ابراهيم المختار، تقريبا يا سيد 45 دقيقه منتظر وقداش باش يزيد الحكم كوقت بديل في المباراة في الشوط الأول، كرة لصالح مستقبل وادي الليل حذاري من الهجومات المعاكسة على الجهة اليمنى، أمامه في المتابعة الياس الماجري على المستوى القائم الثاني، ممتاز المدافع وترجع الهجوم الفالح للشبيبة المكور، كرة كما جت في الاتجاه الترابلسي ترابلسي 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 لكن ترجع للشبيبة معاكسة الفزاني 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 ممتاز الفزاني، ايش يقول الحكم؟ الحكم يقول ما فما حتى شيء، والمخالف يقول ما فما حتى شيء في مرحله اولى وارتكاب المخالفه في مرحله ثانيه، الحكم يزفر مخالفه لصالح الشبيبه، مخالفه لصالح شبيبه القيروان قريب الخط التماس، جي على يمين الحارس ابراهيم المختار من المدارج المكشوفه لملعب حمد العويني بالقيروان، تقريبا الحكم اضاف 4 دقائق كوقت او 3 دقائق كوقت بديل، الحكم المباراه 3 دقائق كوقت بديل، تجاوزنا دقيقه مازالوا دقيقتين على نهايه الشوط الاول، كره مخالفه لصالح الشبيبه لاحمد الفزاني في تنفيذ المخالفه، هل تاتي الكره بالجديد فزاني على المستوى القائم الثاني والدفاع مره اولى والدفاع في مرة ثانية لصالح مستقبل وادي الليل، كرة تخرج ما تخرجش الكرة، الياس الماجري يرجع للحارس الشبيبة علي الفريوي، جاسر بن عتيق جاسر جاسر بن عتيق ممتاز ممتاز هذا اللاعب، يخرج الكرة في اتجاه الفالح تمشي تماس تمشي تماس لصالح مستقبل وادي الليل في مناطقه، ويمشي لها الظهير الأيسر رقم 13 شريف شرفان الظهير الأيسر
والحكم ينظر المدافع يأمر بالإسراع في تنفيذ الكرة. شريف شرفان في توقيت 7 دقيقة لعب 2 دقيقة على نهاية الشوط الأول. كرة لصالح الشبيبة مرة أولى ومرة ثانية، كرة ازدواجية من أمير المكور، الكرة ما زالت ما خرجتش، تخرج تماس من جديد لصالح مستقبل وادي الليل. شريف شرفان في انتظار تنفيذ الكرة. شريف شرفان مرة أولى، الحكم ينبه عليه. شريف شرفان ينفذ الكرة طويلة ترجع من أمير المكور الفجاني، والحكم يعطي مخالفة، الحكم يعطي مخالفة، يعطي مخالفة، وترجع الكرة لصالح الشبيبة. يعني خلينا نقول ونحوصلوا شوط أول، شخصية ضعيفة للحكم اللي ما يعني إلى حد الآن دون توزيع الإنذارات مع المخالفات التدخلات العنيفة حرم شبيبة القيروان من زوز ضربات جزاء واضحة، ربما آخر كرة بالنسبة للشبيبة قبل صافرة نهاية الشوط الأول. نذير عبد النبي كرة كما جات نذير عبد النبي ونهاية الشوط الأول. نهاية الشوط الأول يا سيد بالتعادل السلبي 0-0 بين الشبيبة ومستقبل وادي الليل. به يا عبد الله النجموش ناخذوا نقطة فنية مع عند سي شكري باللكحل بعد نهاية الشوط الأول على مستوى أداء الشبيبة الرياضية القيروانية، وخاصة الأهم من هذا يعني النقطة السلبية في الشوط الأول هو عجز الفريق عن التسجيل وأخذ الأسبقية، خاصة كما تأكد لي أنت أنه الريح كان في الشوط الأول مع الشبيبة الرياضية القيروانية. هيدخل ناخذوا لمحة فنية مع عند سي شكري باللكحل كيفاش في مردود الجي اس كا في شوط اول حسمه التعادل السلبي 0-0. شكري اكيد نهايه الشوط الاول 0-0، الشبيبه لعبت بمساعده الريح، خلقت الفرص مع زوز ضربات جزاء الحكم حرم فريق شبيبه القيروان. اكيد مش ناخذوا لمحه فنيه وقراءتك الفنيه مع بدايه الشوط الثاني بما انه الشبيبه مش يلعب ضد الريح. اكيد الشوط الاول كانت سيطره كلها الفريق شبيبه القيروان، كانت سيطره لكن سيطره عقيمه على مستوى معناها الفرص وعلى مستوى الاهداف. صحيح الحكم كان متذبذب في قرارات نتاعو في الشوط ال 45 دقيقه الاولانيه، فما الحقيقه فما زوز ضربات جزاء فيهم واحده ينجم يزفرهم بدون اي اجتهاد خاصه الثانيه، لكن نحن زاد لازم نلوملو كان انفسنا لانه تقريب في بعض الفترات مشينا للعب الفردي، ما مشيناش معناها في العمق نتاع دفاع الفريق وادي الليل. فريق وادي الليل اللي كان كما قلنا في بدايه معناها التعليق فريق منظم، الوقفه نتاعو على مستوى معناها المدافعين وسط الملعب وقفه محترمه، شفنا حتى في اخر شوط الاول مسك معناها الكوره وصل حتى المرمى نتاعنا، وعنا كثير على المستوى وسط الميدان تميز فيه اللاعب ايمن العمدوني قائد الفريق نتاع وادي الليل. لكنه احنا تو ما زلنا عندنا 45 دقيقه نتراو ان قوه الريح تقريبا ضعفت تقريبا، ما فماش تو مبدئيا تو بين الشوطين ما فماش ريح. الور نحط الكره في الارض نحطها في السايق، المهاجمين نتاعها يكونوا اكثر حركيين، الاظهر نتاعنا اللي شوط الاول ما تقريبا ما فاتوش وسط الملعب حتى كان فاتوا ولا واحد فيهم عمل معناها توزيع جانبية، ما خلقناش التفوق العددي على الأطراف بصعود الظهير اليمين أو الظهير اليسار، تقريبا دورهم اقتصر على الدور الدفاعي لو وجدنا على الكرة الثابتة. في الشوط الثاني لازم نمشيو في عمق دفاع متاع الفريق وادي الليل ونطلبوا من الأظهرة باش تطلع تخلق التفوق العددي على الأطراف توزيع معنا التوزيعات تكون معنا باش نقاو التوزيعات للمهاجمين نتاعنا. عندنا تقريبا 3 مهاجمين، فادي بن حسين واحمد ترابلسي و اسمه الثالث هو محمد الفالح. يعني كي توزيع تجي من الظهير تلقى 3 ملاعبيه باش ياخذوها بالراس افضل من تجي من لاعب رواق ويلقى روحه باش يعمل توزيع على فادي بن حسين اللي هي معناها ممكن صعيبه في وسط 3 مدافعين او اكثر. بون فريق الشبيبه وقفته في الشوط الاول ماهيش خايبه، لكن على مستوى التحركات نتاع المهاجمين لازم تكون اكثر، فما تكون اكثر ديناميك، ما نكونوش ستاتيك، يعني نطلبوا كوره واحنا بالواقف، ما نطلبوش الكوره في المساحات، ما نتحركوش نعملوا التقاطعات باش نخلقوا المساحات لبعضنا وناخذوا الكره في العمق نتاع الدفاع وادي الليل باش نجموا
نوجعوا واد الجيل باش نجموا نخلقوا معناها نخلقوا لهم المشاكل. هذه من ناحيه. من فما نقطه اخرى اللي هي النسق نتاع البناء الهجمه، نسق ضعيف في البدايه ثم معناها ممكن في الاخر معناها بها معناها بكوره معناها فرديه من الفالح او احمد الترابلسي اللي ممكن كانوا هما اللي يخلقوا يعملوا في الاخطر هنا. هذاك علاش نقول انا يولي هما يدخلوا الفالح ولا الترابلسي في خط 18 ويطلع ظهير يمين او ظهير يسار يخلق تفوق عدد باش يعمل توزيع ويكون اكثر اخطر مع البحث عن التمريرات في عمق دفاع فريق مستقبل وادي الليل. وانا متاكد باذن الله اذا كان معناها فما بعض الاخطاء معناها يلزم تصليحها وقادرين باش نوصل للمرمى فريق وادي الليل. ان شاء الله بالتوفيق. ان شاء الله بالتوفيق عبد الله للشبيبه الرياضيه القيروانيه في شوطها الثاني. يتمناو تحسن اداء الجي اس كا وان شاء الله يجي معاه الاهداف، خاصه انه شبيبه مطالبه بالتسجيل وتلعب على ارضيه ميدانها وامام جماهيرها. دونك نعاود نذكر بالنتيجه النهائيه للشوط الاول اللي حسموا التعادل السلبي 0-0. هاو نعطيكم مختلف النتائج بالنسبه لملاعب الرابطه الثانيه في الدفعه الاولى من مقابلات الجوله الثالثه ذهاب لحساب المجموعه الاولى. كما كنا نسمع في ملعب حمد العويني شبيبه تنهي الشوط الاول متعادله امام مستقبل وادي الليل 0-0. مستقبل المرسى يتقدم في الشوط الاول على اولمبيك مدنين 0-0. مستقبل المحمديه تعادل 0-0 في الشوط الاول ضد امل جربه. النجم الراسي كيف كيف متعادل 0-0 مع جندوب الرياضيه في الشوط الاول. النادي القربي متقدم على امل الركبه 1-0 في الشوط الاول. والنادي البمبلي بعد ما كان متقدم في نتيجه 0-0، مستقبل جابس يتمكن من تعديل النتيجة وينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 0-0. هذا بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية. في الرابطة المحترفة الأولى كما نعرفه في اللحظات هذه تتلعب الدفعة الأولى من مقابلات الجولة السادسة لحساب المجموعة الأولى. في أولمبي رادس الترجي ينهي الشوط الأول متقدم على اتحاد تطاوين 0-0. ثنائية محمد علي بالرمضان في مباراة أكيد شهدت تتويج الترجي بلقب البطولة لموسم 21-22 مع تتويج بقية الفروع الأخرى على غرار فريق أكابر كرة اليد اللي توج بالبطولة العربية والبطولة الإفريقية للأندية. فرع كرة الطائرة اللي أحرز على لقب الثنائي للموسم الفارت. قلت الترجي متقدم على اتحاد تطاوين 2-0 في الشوط الأول. والنجم الساحلي في ملعب علي الحوار بحمام سوسة يكتفي بالتعادل السلبي في الشوط الأول ضد هلال الشابة 0-0. هذه تقريبا مختلف النتائج في مختلف الملاعب في الرابطة المحترفة الأولى والرابطة المحترفة الثانية. إن شاء الله نرجع مع زميلنا عبد الله الحطاب في مواصلة المتابعة لمقابلة الشبيبة الرياضية القيروانية والمستقبل الرياضي بوادي الليل. عاود نذكر 0-0 في الشوط الأول. إن شاء الله جي اس كا تلقى الحلول على مستوى الهجوم وتتمكن من افتتاح النتيجة أكيد باش تسهل المقابلة على روحها في الشوط الثاني. هذا ما يتمناه جميع أحباء الشبيبة اللي في الاستماع لموجات الحياة فام وإلا الموجودين في ملعب حمدة العواني. مواصلين في البلاتو سبيسيال الخاص بمباراة جي اس كا ومستقبل وادي الليل. نعملوا ترتيحة مع الموسيقى ومن بعد راجعين.